انت التوحيد ده تخلصه وتصفيه من كل شوائب. تلقاه موحد لكن عنده شوائب من المعاصي ذنوب. ايوه دخن، ايوه دخن، نعم. لا حتى لفظ الدخن دي جزاه الله خير عم نصر، دي جاءت في حديث حذيفه رضي الله عنه في البخاري ومسلم، قال نعم وفيه دخن. طيب الشرك والبدع والمعاصي. الشرك كدعاء غير الله سبحانه وتعالى، يا فلان الحقنا، ده شرك، وده مش شائبة بس في التوحيد، ده ينقض التوحيد، ينقض يعني بشيله بر، ينقض. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. ورب العزة والجلال قال في القرآن ذلكم الله ربكم له الملك في سورة فاطر، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون شنو؟ بشرككم. سماه شرك، سماه شركا دعاء غير الله سبحانه وتعالى. كونه تدعو غير الله ده بينقض التوحيد. تعتقد أن فلانا من الناس يعلم الغيب، المرأة عندها ذهبات ماشية لفلان، راحا فلان شوف ليه الرايحة دي وين، يمشوا للدجالين والعرافين وغنماية راحت. أمس واحد في السوق قال لي والله الجدادة في بلدنا كان راحت بيمشوا للفقير، جدادة قال لي، وقال لي آخر مرة مشوا ليه قالوا ده معلوم. قال لي قالوا ليه يا شيخ شارع بقوت ده كله دق دق، ها نحن الحل شنو شارع بقوت ده؟ قال مرة مشت ليه برضو قالت ليه الفيران الفار، الفار كرانا يا شيخ، قال لا جيب كديسة، قالت لي انت كديستنا ذاته، يعني اعترفت انه الشيخ هو شنو براء، قالت كديسة، مصايب ثقيلة جدا وإلى الله المشتكى. والله الذي رفع السماء، أمس واحد قال لي الكلام ده في السوق، شكا يا جماعة نحن لازم نكرر الموضوع ده، ولازم أي واحد فيكم يبلغ للناس، لأنه في جهل كثير برا. طيب والبدع، البدع كثيرة أيضا تشوب التوحيد. البدع الآن في بدع كثيرة جدا، من البدع البناء على القبور. ليه بدعة يا جماعة؟ لأنه ما ورد في الكتاب ولا في السنة، لا في الكتاب ولا في السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل النهي هو الذي ورد، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من رواية عائشة رضي الله عنها وحبيب وأم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهن، أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح، هكذا في البخاري، بنوا على قبره وجعلوا له تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله، في رواية يوم القيامة. أنت تبقى شر الناس عند الله يوم القيامة بسبب شنو؟ بتبني فوق القبور وتعلق الصور، تلقى البيت معلقين صورة فلان شيخ فلان ده بيحمي البيت، ومعلقين صورته في الحافلة، يقول لك ده من العوارض والمشاكل والأشياء دي صورة الشيخ، ومعلقيننا في الدكان، لكن احنا أصله ماشيين بالشيخ ده، زي ما واحد في هنا في أم درمان اسمه اللمين استطردوه، ده قال نحن ماشيين بنفسه الشيخ ذاته، ماشيين بنفسه. أقول يا أخ ماشيين بنفسه، وبلاوي كثيرة جدا في البلد دي ذاته. طيب ومن البدع أيضا اتخاذ الطبول في ذكر الله سبحانه وتعالى. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل وما قاله؟ هم بيقولوا لك يا أخي طلع البدر علينا،
زي ما الأوائل ديلك بيقول لك البناء على القبور. الله قال سبحانه وتعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم شنو؟ مسجدا. انت ارجع تفسير السعدي، تفسير ابن كثير، تفسير ابن جرير الطبري، وتفسير القرطبي، الأربعة ذيل ارجع عليهم. العلماء ذكروا قولين في الآية. القول الأول أنهم المسلمون في ذلك الوقت، قال الذين غلبوا على أمرهم المسلمون في ذلك الوقت، وديل قبل النبي عليه الصلاة والسلام. الإسلام العام غير الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه الشريعة المعروفة الآن. وهؤلاء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى قال: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا، وده خالف شرعنا، كمن تبني خالف الشرع. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى، زي ما ذكرنا الحديث اللي قبل شوية، وأحاديث كثيرة جدا. القول الثاني وهو الذي رجحه القرطبي رحمه الله تعالى، وده الصحيح، قال الذين غلبوا على أمرهم هم الكفار من الأمراء. الكفار من الأمراء، وده القول الثاني. بعد أورد القرطبي أحاديث النهي عن البناء على القبور، وأن هذا من شأن الكفار ومن شأن اليهود والنصارى. لأنه قال: قال الذين غلبوا على أمرهم. غلبوا الكفار من الأمراء، وعادة الأمراء إلا من رحم الله الإفساد. عادة الأمراء إلا ما رحم الله الإفساد، إلا من رحم الله، لقوله تعالى: قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وده الذي ينصب عليه الغالب، الذي ينصب عليه كلام عبد الله بن المبارك الذي نقله ابن القيم رحمه الله في الداء والدواء: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، وهل أهلك الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. وده الذي أنصب عليه الكلام شنو العام: إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ورب العزة والجلال قال: إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فما بجوز البناء على القبور أو الطبول. يقول لك: يا أخي طلع البدر علينا، ما لاقتكم نصل لا في مسلسل لا في نار. ما أظن جابها في المسلسل، لكن كسند صحيح ما ثابت. طلع البدر علينا ما ثابت. من ثنيات الوداع لجهة الجنوب، ثنيات الوداع، والرسول عليه الصلاة والسلام جاء بجهة مكة، يعني ذات في المتن فيها غلط ذاته. وبعدين ذاته دمتين، لو سلمنا جدلا قلنا القصة دي صح، بتاع طلع البدر علينا قول صحيح، قول سلمنا جدلا إنها صحيحة، هي ما صحيحة. الكلام ده جاءت من شنو؟ والنبي عليه الصلاة والسلام جاء من جهة مكة، جاء مهاجرا من مكة إلى المدينة، وهي في الجهة شنو؟ الأخرى. المسألة الثانية: لو سلمنا جدلا إنها صحيحة، وثنيات الوداع من جهة الشمال ولا الجنوب يا محمد؟ ها؟ الشمال. المهم هي في الجهة الأخرى، العلماء قالوا في الجهة الأخرى، والمسألة إنها غشى شيخ الإسلام تيمية في الفتاوى، قال القصة ضعيفة، ومن الأسباب التي ضعفتها أن هذه من جهة، وهجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت من جهة أخرى. المسألة الثانية يا جماعة: لو القصة ثابتة تماما إنه ثنيات الوداع القصة دي صحيحة والأبيات صحيحة إلى آخره، الكلام ده كان 200 في الاستقبال. يعني لما الرسول عليه الصلاة والسلام جاي داخل شنو؟ المدينة،
هل بعد دخل المدينة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ذكروا الله ولا ما ذكروا سبحانه وتعالى؟ ذكروا. هل ذكروا بالنوبات ولا ذكروا بألسنة وبقلوبهم وعدوا بأصابعهم؟ الجواب إنه ذكروا بألسنة وبقلوبهم وعدوا بأصابعهم، لحديث في سنن أبي داود من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه. بيمينه، ما كان بدوق نوبة ولا كان بيقوموا على حيل، ولا كان في واحدين بتربطوا من مصهم، واحد يلف بكراع واحد يقع. معقول يا أخي؟ والله قال الذين آمنوا، سبحانه وتعالى قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم، مش هايجين ونفسهم قايم ووك إلى آخر، واحد ناط فوق واحد تحت، واحد لاف في واحد مقوم الإغبار، واحد يقع من فوق، واحد جاري بعصاية يرمي في الناس، واحد معقول وده دين؟ وقال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وإنت بتستقبل في منه، نحن عارف نقول سلمنا جدلا ذاك للاستقبال، إنت أزي بتستقبل ولا بتذكر؟ الناس اللي بيدقدقوا دي يا أساسين أزا مرب القوم لطاهة أسا رجال ميمي ميمي منو ذاته؟ واحد قال ساري الليل للقرض قرش، ما هو الحبوب ما هو الأغبش، عنده حصانة ما بتفتش، كهربته العالية بتحرق تش. دي مدحة والله، أزيد دينا يا جماعة، كلها في النهاية بلاوي ساي.